أسماء دكتور أحمد كانت بتسأل بتقول عندها مشاكل مع جوزها وسابت البيت وبقت هي في البلد وهو قاعد هنا في القاهرة، يعني رفعت قضية واتحكم لها بالنفقة، وبعدين لما لقيته هيتحبس تراجعت عشان يعني مش عايزة تشوفه في هكذا موقف. لكن بتقول إيه الحل؟ إحنا اللي بينا مشاكل، وكل ما حد يتدخل بالإصلاح تحصل المشاكل وتتكرر مرة تانية، وغلط فيا وغلط في أهلي وما إلى ذلك. حضرتك تنصحي بإيه؟ احنا الشرع الشريف يعني عمل لنا روشتة علاج لمثل هذه المشكلات الزوجية. الأمر الأول إن النفقة على الأولاد واجبة، في نعم، مشاكل مفيش مشاكل الأولاد خارج نطاق المشاكل واجب على والدهم هنا. وعلى الوالد، وربنا سبحانه وتعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. الأمر الثاني، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كونه ما ينفقش على أولاده حتى لو في مشكلات، حتى لو في مهما كانت المشاكل اللي بينه وبين زوجته، مهما كانت المشكلات كفى بالمرء إثما، هو لو ما عملش كده وعمل إنه ما ينفقش على أولاده هذا ذنب وهذا طب أنا إثم، أنا بعاقبها يا دكتور أحمد مش في الأولاد. ولذلك نوجه يعني رسالة إلى السادة المشاهدين إن الأولاد خارج نطاق المشكلات الزوجية، في مشكلات بينك وبين الست الزوجة، في مشكلات أسرية، في مشكلات حياتية، الأولاد خارج نطاق المشكلات. النفقة على الأولاد، تعليم الأولاد، علاج الأولاد، ده واجب على الوالد حتى في وجود المشكلات. الأمر الثاني إن يتدخل لغة العقل والحوار، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا عليه الوعظ. الصلح خير. ولذلك مؤسسات الدولة لما كثرت مشكلات الحياة الزوجية هبت المنظمات وهبت المؤسسات، ومن بينها دار الإفتاء المصري. فأنشأوا وفي الأزهر الشريف وغيره من المؤسسات، لم الشمل، وعندنا في دار الإفتاء المصرية مركز الإرشاد الزواجي. إيه الإرشاد الزواجي؟ يأتي الزوج ومعه الزوجة، وفي خبراء من علم النفس وفي الحياة الزوجية وعلماء الفقه وعلماء الشريعة، ويستمعوا إلى المشكلة، لأن الشرع الشريف يتشوف إلى عدم الطلاق ويتشوف إلى إقامة البيت. ولذلك ننصحها إن حد من العقلاء، والدها، عمها، عم الزوج، حد من الناس الطيبين، هي بتقول أنا من قرية أو من مكان، حد من الناس الصالحين يتدخل وينصحه، يقول لأولادك ويقول لها زوجك، وهي يبدو إن فيها بادرة خير وحاسس إنها كمان حريصة نفسها، بس هو ينصلح ونرجع، وتنازلت عن القضية وتنازلت عن التقاضي وما رضيتش يعني تفعل فيه شيء. طب سؤال يا دكتور أحمد، هي بتقول روحنا مرة وقعدنا واتكلمنا بس هو برضو رجع تاني، مش ممكن مرة مع مرة يجي الإذن الإلهي بأنه يعني قلبه كده يبتدي يتحرك وينصلح الحل؟ مش من أول مرة تقولي كده. نعم. صلحي مرة واثنين وعشرة وخمسين وستين. لا. إلى ما شاء الله. ولذلك القرآن الكريم يقول والصلح خير. الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. وأنا هنا أهمس في أذنه وأقوله على الملأ، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أبنائكم، بدلا من أن يعيش الولد يعني حياة فيها متاعب ومصاعب ويؤثر هذا سلبا على صحة الأولاد، تبص تلاقي الولد بيتهته في الحروف، صحيح، عنده تشتت في المدرسة، المدرسين بيشتكوا منه، ما فيش كده، وإحنا السبب. لما تيجي ترجع يقول لك ما فيش استقرار أسري. ولذلك ده مش عقاب للزوجة ولا عقاب للزوج، ده عقاب للأولاد. ولذلك ننصح الزوج والزوجة إن هي يعني تجلس مع الزوج، ومن الممكن أن يذهبوا إلى أهل الخير ومن بينها دار الإفتاء المصرية أو أي ناس يعني تبدأ بالصلح بينهما. وننسى الطلاق الآن.